بدي اقول لك شوفها لهي السياره. يا الله وين راحت؟ شوفي كان في سياره واقفه هون ما عرفت لمين، بجوز لما شفتهم من الشباك فهموا انه لاحظت عليهم وراحوا. غريبه. بشير شو دخلنا؟ بتكون جاي لعند الجيران. لا تنسي ترتبي الخزانة تكركبت شوي. تكرم يا خانو، بدك ترجعي على العشاء؟ لا، إذا بدك بخبر بشير يوصلك. لا، طلب التاكسي. شوفي تعال تعال. شفت يا أفندي؟ طلعت السيارة ناطرة فيروز خانو. وشو دخلنا؟ ما قال شي تاني، بس قال خليه يجي. ما بعرف امتى ما بدك تعال. خليه يجي على العشاء. على العشاء العم سليمان عم بيقول منشان تجي على العشاء. لو تعرفوا شو صار. قنبلة قنبلة. شو صار؟ سكري سكري وتعالي اسمعي. يلا طيب رضا، يلا بشوفك المساء. طلعت السيارة جاي لعن فيروز خانو. ايه وتجي يا بنتي، شو فيها يعني؟ بس طلعت على الهسي مشان ما حدا يشوفها. الله أعلم عشو عم تخطط هالمرة. برأيي شغلة حب. لا تقوليها. انتو صايلكن شي اليوم؟ بجوز تكون رفيقتها. لا تبلشوا تتبلوا الناس من الصباح. دخيلك كأنه هالشغلة بعيدة عنها. المهم ما يوصل شي لعدنان بيك. شو كأنه مو أكل شي بنو؟ كانت مستعجلة طلعت وراحت لأنه التاكسي منتظرتها. دخيل كذبك، أنا شفتها بعيني ركبت سيارة حمراء وراحت. مين كان هاد؟ هالحكي مو صحيح. بشير بيشت هلأ وبناديله وبتشوفي. ليكو جوا. بشير جميلة. أجايني طلبوكي اليوم؟ مزبوط. يلا على خير. لقيتلي الحلق تبعي يا سليمان أفندي، بتشكرك كتير. مو انت لقيت لي الحلق؟ ليش كنت مضيعة حلقك يا خانم؟ ما عندي علم في بنوب. مين يلي لقى وحطه بغرفتي؟ انت سهيلة؟ لا، وانا ما عندي علم بنوب. وانا مثل ما بتعرفي ما عم فوت على غرفتك ابدا، حتى ما كان عندي خبر انه حلقك ضايع. امبارح بالليل وانا متمشى وقع من اذني، واليوم لقيته بغرفتي. فكرت حدا منكم حطه، كنت بدي اقله شكرا. اكيد بتكون الانسة لميس. اليوم الصبح قبل الفطور رحت تمشيت أنا وياها شوية هنيك، بجوز هي لقته وحطته بغرفتك. يمكن هي. طيب بتشكركم، يعطيكم العافية. يلا كل وحدة على الشغلة بسرعة. إيديكي باردين مثل التلج وعم ترشفي كمان. انت منيحة؟ لا تشغلي بالك حبيبتي، ما فيني شي. عم تدوري على شي؟ عم تدور على فردة حلقة، حلق دبوس مستحيل تقدر تلاقيه بهالليل. ايه معك حق، بكرة بدور عليه. اذا بتحبي بكرة الصبح مندور عليك كلياتنا سوا.
Thank you.